الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا كثير من الإخوة عندهم تركيز شديد شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر، شرك القبور والأضرحة، هذا اللي حكى صاحبنا عنه في الشريط، ويسموه شركا ساذجا بدائي. شو يسموه؟ شركا ساذجا بدائي، ساذجا ساذجا. وأخذوا هذا عن دعاتهم، فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط، لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. ما شاء الله. ما تعليقكم؟ تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا، وإنما القصد هو تبليغ الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مصادما من الآخرين ومعارضا. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد ما حدا بيخالفك، أما إذا اشتغلت بالسياسة فبيخالفك وبيعادوك وبيسجنوك وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوة المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلفظون بما لا يعلمون. لقد سئلت أكثر من مرة، أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر للبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. مترشح للانتخابات هي من عندي. أي من عندك؟ شو الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء، وهذا الكلام من هذا القبيل. خلاصة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتده. فالأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. يعني هذا الكلام. وأنا أقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما، شو سوى بـ1000 سنة؟ بس هذوني الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن الملة، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز عن سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقها يعني مبسطا. ولذلك فنوح عليه السلام حينما أقام هذا العمر الطويل المديد المبارك إنما كان همه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا كلام ينافي هذا الكلام، ولذلك فهم جهل بالمرة، وهم يسلكون الآن سنن الإخوان المسلمين اللي حيمضي عليهم قرن من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا سوى الهتافات والصياحات، وهم على النظام العسكري مكان صراوح لا يتقدمون إطلاقا. لذلك لا يبالي كلام هؤلاء. وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم، ما يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل بالإيد الواحدة، لا بالإيدتين، أيوة، ما يكادون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيجيب يقول لك
شو رأيك في كذا؟ مين بيقول هيك؟ والله رجل كنا في مجلس. يا شيخ المشكلة أن هؤلاء يتبعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام، كهذا الجزائري الذي قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الكرفدة أنه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا. فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويتبعه كثير جدا، حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هو مستعد أن تقول له عمر أخطأ، الشافعي أخطأ، أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها. طيب ماذا نفعل لهم يا أخي؟ ندعو لهم بالهداية. ما علينا إلا ندعو بالتي أحسن. طيب العلم نور، هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب أهلهم الإسلام، ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة. اللهم نعم يا شيخ جاي.